طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ نكمل مع بعض. قلنا هنحل شيت نمبر 3 كده مع بعض. شيت نمبر 3 ده هيلم لنا المنهج بتاعنا كله تقريبا. طيب the first choose the correct answer. choose the correct answer. طيب the area of a square، الاريا بتاعت السكوير is 9 سنتيمتر او 9 سكوير سنتيمتر. طيب امال انت عايز مني ايه؟ يعني هو دلوقتي مديني الاريا اوف سكوير، اوكي، اللي هي عباره عن السايد لينس تايم السايد لينس، اللي هو السايد لينس بتاعي يبقى كام؟ ها مين شاطر هيقول؟ هنا السايد لينس بتاع السكوير ده هيبقى ايكوال 9. لا السايد لينس ده، دي ال 9 دي بتاعت الاريا اللي هي السايد لينس تايم السايد لينس. لكن السايد لينس بس ايكوال كام؟ ها حد يعرفها؟ 81. لا لا طبعا، ده الكلام ده لو هو مديك السايد لينس، ده لو هو مديك السايد لينس وعايز الاريا، لكن هو مديك الاريا اللي هي عباره عن السايد لينس تايم السايد لينس. يعني في نمبر لما اعمل له تايم في نفسه بيدينا ايكوال 9 اللي هو كام؟ ها ايه هو النمبر اللي بعمل له تايم في نفسه يدينا 9؟ 2. 4 تايم 4 ايكوال 9. ها 3. فيري جود، يعني 3 تايمز 3 ايكوال 9، يعني السايد لينس تايم السايد لينس ايكوال 9. يبقى السايد لينس ايكوال كام؟ هيبقى ايكوال 3. يعني لحد دلوقتي عرفنا نطلع السايد لينس من الاريا، يس، اللي هو الليسون اللي اخدناه برضو اللي قبل اللي فات ده. طيب زين ذا بريميتر، انا مستر اللي جبتها. تمام شطور. طيب زين اتس بريميتر. طيب هل هو عايز السايد لينس؟ لا مش عايز السايد لينس اللي هو 3، هو عايز البريميتر. طب انا معايا سايد لينس اللي هو 3 والبريميتر ايكوال ايه؟ البريميتر بتاعي ايكوال ايه؟ 12. ماشي، لا انا عايز الرول. اوكي هي 12 اوكي، بس انا عايز الرول بتاعتي. آدم اللي بيتكلم ولا مين؟ آدم، آدم محمد. شاطر يا آدم، تمام أنا عارفك من صوتك، تمام. طيب هتبقى 3 times 4 equal 12، بس الرول بتاعتي كانت بتقول إيه؟ 4 times ها؟ مين هيكمل 4 times؟ 4. لا 4 times 3. 4 times 3. هي صح أوكي، بس أنا عايز الرول نفسها كانت بتقول إيه؟ الرول نفسها كانت بتقول perimeter of a square equal 4 times side length. خلاص على طول يبقى في دماغنا الرول بتاعتنا السايد لينس هنجيبه منين؟ هنجيبه من هنا من الاريا. الاريا مش ايكوال سايد لينس تايم سايد لينس، يس. طيب كام تايمز كام ايكوال 9؟ عايزين تو نمبرز يكونوا ايكوال، بعملهم تايمز في بعض يدينا 9 عشان اطلع مين السايد لينس بتاعي، هيبقى ايكوال 3. طيب 3 تايمز 4 ايكوال 12، يبقى البريميتر او اتس بريميتر ايكوال كام؟ ايكوال 12. خلاص كده كام يا مستر؟ عشان كده طلعنا 12. مش البريمتر بتاعي ايكوال 4 تايم السايد لينس؟ ايوه. طيب يبقى انا محتاج السايد لينس صح؟ هنرجع كده في الكويشن بتاعنا هندور على السايد لينس، مش هنلاقي سايد لينس، بس هنلاقي مين؟ هنلاقي ان عندنا اريا. طيب الاريا اوف سكوير دي مش ايكوال سايد لينس تايم سايد لينس؟ يس. يعني دي الريزلت بتاعتهم؟ يس. يعني انا عايز تو نمبر اعمل لهم تايم مع بعض بس يكونوا زي بعض عشان سايد لينس تايم سايد لينس يطلعوا ايكوال كام؟ ايكوال 9. 4 تايمز سايد لينس ايكوال 12. اللي هي 3 تايمز 3 الاول وبعد كده يبقى السايد لينس بتاعنا ايكوال 3، وبعد كده 4 تايمز السايد لينس اللي هي 4 تايمز 3 ايكوال 12. خلاص كده؟ طيب نمبر بي بيقول لي 8 تايمز 3. 8 تايمز كام؟ 3 ايكوال 8 تايمز 2 بلس كام؟ بلس نقط. ماشي، النقط دي هيبقى فيها ايه بقى؟ 8 هيبقى 8 تايمز 1 اللي هي ايكوال 8. فيري جود، تمام. يبقى 8 تايمز 1 اللي هي ايكوال كام؟ اللي هي ايكوال 8. طيب ليه قلنا 8 تايمز 1؟ هو هنا مش ال 8 بنعمل لها ديستريبيوت، يعني بنوزعها، اهي ال 8 هتفضل هنا وبعدين هتفضل هنا ال 8 كمان، وبعدين تايمز 2 بلس تايمز كام؟ تايمز 1 عشان يكملوا لهم على بعض 3. ده في الليسونز الاولانيه خالص اللي اشتغلناها. طيب نمبر سي هنا بيقول لي ايه؟ 70,000 ايكوال، احنا قلنا كلمه 1000 دي بايكوال كام زيرو؟ يعني لو شلتها كده احط مكانها كام زيرو؟
3 0 is very good. تمام. طيب وعندي كمان 0 يبقى عندي كده توتال كم 0 مع 7؟ 0 0 4 0 3. ودي 1 اهو يبقى 4. مستر مش فاهم الحته دي. صح ماشي. انا لسه بقولها ما عدتهاش. طيب كلمه 1000 دي لو شلتها احط مكانها كم 0؟ 3 0. طيب ومعايا 0 اهو يبقى كده التوتال بتاعي كم 0 هنا جنب ال 7 هنا كم 0؟ 4 3 4 1 اهو يبقى 4 0. صح كده. هو هنا بيقول لي ايكوال كام؟ 10. طيب هي 10 دي ماشي هنرجع تاني اللي فيها بس نخلص دي. اوكي طيب ال 10 دي بيكوال كام 0؟ 7000 10 7000 10. هتبقى كام؟ 7000 10. ليه؟ عشان لما نرجع نشيل كلمة التنس دي نحط مكانها زيرو يبقى 4 0 برضو زي اللي قصادها بالظبط. خلاص عشان هو هنا بيقول لي عايزهم ايكوال، يعني هنا عايز 4 0 وهنا عايز التوتال بتاعه يبقى 4. معانا التنس دي ب 1 يبقى احنا محتاجين 3 كمان، 3 0 اهو. خلاص. طيب اللي فوقيها دي بنعمل ديستريبيوت اللي هي 8 تايمز 3 بلس، اللي هي 3 دي هنقسمها ل 2 بلس 1. بعد كده نعمل ديستريبيوت ان احنا نوزع ال 8 دي على 2 وبعد كده نوزعها على 1. لما نيجي نوزعها على 1 هنلاقي 8 تايمز 1 ايكوال 8. خلاص. طيب نمبر سي دي هتبقى كام؟ 7000. طيب نمبر دي مش فاهم برضه اللي في فوق. انهي اللي فوق يا حبيبي؟ اللي هي ايكوال 8. طب ما انا عدتها تاني اللي هي ايكوال 8 دي. هو احنا مش قلنا هنقسم ال 3 بتاعتنا؟ هنقسمها ل 2 بلس 1 أيوة. وبعد كده نعمل ديستريبيوت يعني هنوزع عليها ال 8 يبقى 8 تايمز 2 بلس 8 تايمز 1. يعني المفروض هنا 8 تايمز 1 اللي هي بايكوال كام؟ اللي هي بايكوال 8. خلاص؟ خلاص. طيب نمبر دي، نمبر دي محتاج نمبر اعمل له ديفايد 5 ايكوال 2 تايمز 4. يبقى لازم اخلص 2 تايمز 4 ايكوال كام؟ 2 تايمز 4 ايكوال 8. صح كده. يبقى انا محتاج نمبر، محتاج نمبر اعمل له ديفايد 5 ايكوال 8 اللي هو كام؟ اللي هو ممكن اعمل 8 تايمز 5 ويطلع لي النمبر الكبير بتاعنا بالتراينجل. صح كده. اللي هتبقى ايكوال 40. طيب 40 دي جت منين؟ ان انا رجعت العكس عملت تايمز للتو نمبر الصغيرين. ولو عملت التراينجل بتاعي كده مش انا محتاج تو نمبر في البيز بتوعي اعمل لهم تايمز مع بعض يدينا النمبر الكبير اللي هو مكانه هنا؟ ايه هما التو نمبر اللي هو 5 وال8. خلاص. الناس ترسم التراينجل هتلاقيها طلعت معاها نمبر اي 1 اوفر 2 ولا 1 اوفر 3. هنا عايزين نعمل كومبيرنج بتوين تو فراكشن. يعني ايه كومبيرنج بتوين تو فراكشن؟ يعني عايزين 1 اوفر 2. خلاص تمام ماشي. يبقى هيبقى كام؟ 1 اوفر 2. طيب ذا سكند، ثواني. Second, complete the following. Number A بيقول لي 7 times 8. طيب eight. هنا 7 بتاعتنا دي قاعدة زي ما هي صح؟ هي نفس النمبر B. الناس اللي ما فهمتش نمبر B تركز في نمبر A هنا اهي. خلاص؟ طيب ال 7 دي هتفضل زي ما هي هنا صح؟ وهتفضل برضو زي ما هي هنا. يبقى أنا محتاج إن أنا أقسم مين؟ إن أنا أقسم ال 8 ل 2 بارتس اللي هم عبارة عن 3 بلس كام؟ بلس 5. خلاص؟ يبقى هنا أنا قسمت مين؟ أنا قسمت ال 8 بتاعتي اللي عبارة عن 3 بلس 5. وال 7 هتفضل زي ما هي هنا اللي عملنا ديستريبيوت. عملنا إيه؟ عملنا ديستريبيوت يعني قسمنا ال 8 بتاعتنا دي لعبارة عن 3 بلس 5 وبعد كده قسمنا ال 7 يبقى 7 تايمز 3 بلس 7 تايمز 5 زيها زي اللي فوق دي بالظبط اهي. خلاص اهي. طيب بعد كده نجيب الريزلت بتاعت اول واحدة لوحدها اهي اللي هي 7 تايمز 3 ايكوال 21 بلس 7 تايمز 5 ايكوالز 35. بس وبعد كده هنعمل لهم بلس عشان نطلع الريزلت بتاعتنا اللي هي 21 بلس 35 ايكوالز ايكوالز كام؟
56. طيب نمبر بي 3 times 8. محتاجين نقول equal كام بلس كام بلس كام بلس كام. طيب الأول لازم نطلع 3 times 8 دي equal كام؟ equal 24. أيوة ماشي كملوا صح صح يبقى 24. طيب تمام 3 times 8 equal 24. طيب ال 24 دي أنا محتاج أعمل لها distribute، محتاج إن أنا أوزعها على كم مكان؟ 1 2 3 4 يعني محتاج إن أنا أعمل لها divide كام؟ 4 divide 4. طيب 24 divide 4 equals ها من الشاطر اللي هيقول دي 24 divide 4 يعني كام؟ أعمل له times لل 4 يدينا 24 6 هتبقى 6 very good six. يبقى هنا 6 plus 6 plus 6 plus 8 plus 6. طيب نمبر سي the number النمبر اللي عندي ده ماله؟ يبقى come right before 75,000. ايه هو النمبر اللي before النمبر ده؟ يعني ايه كلمة before؟ كلمة before يعني قبل النمبر ده على طول. ايه هو النمبر اللي بنقوله لما نيجي نعمل count قبل ما نقول النمبر ده على طول؟ ها حد يعرف دي؟ 75. 74 كام؟ ها صح؟ 74,999. ليه؟ عشان هي اللي جايه before جايه قبلها على طول. لو عملت لها بلس 1 يعني زودت عليها 1 خلاص هتبقى كام؟ 75,000. اوكي طيب نخش على اللي بعدها اللي هي نمبر دي. نمبر دي اللي هي بتاعت البلس والماينس في الفراكشن. قلنا قبل كده برضو كذا مره البلس والماينس في الفراكشن بتاعتي الدينومينيتور بتاعي ماله بيتغير؟ ها الدينومينيتور اللي من تحت ده بيتغير لما اجي اعمل بلس ولا ماينس؟ لا بيتغير. لو اللي تحت زي لا ما بيتغيرش خلاص احنا اتفقنا على حاجه بالظبط. يبقى هيفضل كام؟ هيفضل 7. يعني انا هنا محتاج فراكشن اللي هو كام الدينومينيتور بتاعه 7. طيب محتاج النيميريتور اللي من فوق. النيميريتور اللي من فوق يبقى كام؟ ايه هو النمبر اللي اعمله ماينس 3 يدينا ايكوالز 4؟ ها 7. تمام شاطر اوكي. يبقى هتبقى كام؟ هيبقى 7 فوق في في النيميريتور بتاعه و7 في النيميريتور في الدينومينيتور بتاعه. هيبقى 7 اوفر كام؟ 7 اوفر 7. طيب ال7 اللي من تحت دي ليه؟ عشان قلنا الدينومينيتور بتاعنا في البلس والماينس ما بيتغيرش خلاص. في البلس والماينس الفراكشن الدينومينيتور بتاعه ما بيتغيرش بيفضل ثابت زي ما هو 7. هنا 7 بينزل 7 برضه. مين اللي بيتغير؟ النيميريتور بتاعي. النيميريتور بتاعي اللي هو 7 ماينس 3 ايكوالز 4 خلاص. هنا احنا بندور على نمبر 4 في النيميريتور نعمله ماينس لل3 يدينا ايكوالز كام؟ ايكوالز 4 خلاص اللي هو 7. طيب في واحد تاني ممكن يعمل لي 1. هل ال1 دي اجابه صحيحه؟ لا ها لا هو. ليه واحنا مش قلنا قبل كده 7 اوفر 7 ممكن تبقى ايكوال 1 يعني إيه تنفع كمان 1 فوق ازاي؟ لا ماينس 7 ها عايز اللي عنده سؤال بس اللي يسأله. هي مش 7 over 7 equal 1 يعني ممكن أشيل 7 over 7 دي وأحط مكانها 1؟ يس ينفع طبعا خلاص بس خلينا في دي اللي احنا عارفينها. طيب خلاص خلينا في دي اللي احنا عارفينها 7 over كام؟ over 7. طيب هنا مديني 6 over 8 equals كام over 4؟ يبقى هنا محتاجين محتاج الايكوال بتاعه هيبقى كام؟ 3 اوفر 4. مين اللي قال 3؟ ادم؟ ايوه ادم محمد شاطر يا ادم. يبقى هتبقى كام؟ هتبقى 3. طيب 3 ازاي؟ هو ال 8 هنا لما بقت 4 ايه اللي حصل لها؟ 3 ال 8 عشان تبقى 4 يبقى حصل لها ديفايد. لا ما قالتش انا بشتغل بالتايم والديفايد بس عشان اجيب الايكوفلنت بتاعه او اجيب الايكوال فراكشن بتاعه خلاص؟ ها؟ هتبقى ديفايد 2
ال 8 حصل لها ديفايد 2 عشان تبقى 4. طيب يبقى ال 6 اللي فوق دي لازم يحصل لها ديفايد كام؟ ديفايد 2. يبقى ديفايد 2 هتبقى ايكوال 3. خلاص كده. طيب نخش على اللي بعدها. The third answer the following. طيب هنا محتاج مني ايه؟ هنا محتاج مني البريمتر اند الاريا، الليسون اللي كنا لسه حلين عليه المره اللي فاتت على طول، شرحناه المره اللي فاتت، ده التطبيق بتاعه على طول مباشر. طيب هنا انا محتاج مين؟ انا محتاج مبدئيا كده السايد ده مش عندي والسايد ده مش عندي، اصل هو طالب مين؟ طالب البريمتر. طالب مين؟ البريمتر. طيب انت عايز مني البريمتر، يبقى لازم السايدز كلها اللينسز بتاعت السايدز كلها تبقى عندي. طيب في سايد هنا انا ما اعرفوش ايكوال كام، وفي سايد هنا انا ما اعرفوش، يبقى لازم اجيبهم الاول. خلاص. طيب هنا السايد ده انا عارفاهم يا مستر. خلاص تمام، خليك شغاله معايا. السايد ده هيبقى ايكوال كام؟ 4. هيبقى 4. مين اللي قال 4 اول واحد؟ انا نادين. نادين شطوره يا نادين. اوكي ليه 4؟ عشان عندي هنا 3 بلس كمان الجزئيه البارت دي، البارت دي هي هتبقى ايكوال 1، يبقى 3 بلس 1 اللي هي الاوبوزيت ليها على طول هتبقى كام؟ هتبقى 4 سنتيمتر. اوكي طيب البارت دي اللي فوق هتبقى ايكوال كام؟ اللينس ده مين انا محمود احمد. محمود شاطر يا محمود. ليه 6؟ هو انا مش عندي دي كلها من اول هنا لحد هنا 8. طيب الاوبوزيت ليها مين؟ الاوبوزيت ليها مين اللي قصادها على طول؟ قصادها على طول البارت دي. ومين اللي بيكملها؟ بيكملها البارت دي اهي، اللي هي لو نزلت سنه كده هتكملها، صح كده؟ طيب يبقى عندنا 2 بلس كام ايكوال 8؟ يبقى 2 بلس 6، يبقى لازم دي تبقى كام؟ لازم تبقى 6 عشان التوتال بتاعهم يبقى 8. لكن هل ال 8 دي قصادها على طول 8 كامله؟ لا، هي واقفه لحد هنا بس اهي. انا محتاج من اول هنا لحد هنا اللي هي تبقى 6 سنتيمتر. طيب دلوقتي نقدر نجيب البريمتر بتاعنا؟ يس. البريمتر بتاعنا ايكوال كام؟ ممكن نجمع السايد لينس بتاعتنا كلها. خلاص اللي هي تبقى كام؟ هتبقى 6 بلس 8 بلس 4. لا نمشي بالترتيب، بنبدا من اول بوينت عندي هنا، بنعلم البوينت كمان اللي بدانا من عندها عشان ننتهي عندها. طيب يبقى 6 بلس 4 بلس 8 بلس 1 بلس 2 بلس 3 ايكوال كام؟ ايكوال 24. خلاص. طيب ذا اريا، يبقى انا محتاج الاريا بتاعتي. هي الليسون بقى اللي فات على طول، مين اللي فاكر؟ عشان نجيب الاريا للشيب الغريب اللي عندي ده بنعمله ايه؟ بنقسمه. ايوه طبعا لازم نقسمه لتو بارتس. يس ممكن نقسمه كده. يس ممكن نقسمه كده، نحط لاين كده ويبقى عندي تو ريكتانجل، الريكتانجل اللي فوق والريكتانجل اللي تحت. وممكن نقسمه كده يبقى عندي تو ريكتانجل، ريكتانجل هنا وريكتانجل هنا. سي مثلا هنقسمه كده اهي. خلاص. طيب يبقى انا معايا كام ريكتانجل دلوقتي؟ ريكتانجل نمبر 1 اهو، وريكتانجل نمبر 2. عشان نجيب الاريا بتاعتهم لازم نجيب الاريا بتاعت 1 بلس الاريا بتاعت 2. يبقى انا كده جبت الاريا بتاعت الشبه الغريب ده كله. خلاص. طيب الاريا اوف ريكتانجل ايكوال ايه الاول قبل ما نبدا اي حاجه؟ الرول الاساسيه. ها الرول ايكوال ايه؟ ها محدش فاكر الرول بتاعت الاريا اوف ريكتانجل ايكوال كام او ايكوال ايه؟ اللينس تايم الويد. ايوه اسمك ايه بقى؟ اسمك ايه؟ انا محمود احمد. محمود احمد تمام اوكي ماشي. طيب يبقى احنا محتاجين الاريا نمبر 1 بلس الاريا نمبر 2، الاريا بتاعت نمبر 1 وبعد كده نعمل لها بلس للاريا نمبر 2. طيب الاريا نمبر 1 دي بنجيبها ازاي؟ اللي هي اللينس تايمز الويدز، اللينس تايمز الويدز اللي هو 2 تايمز 1. طيب الاريا نمبر 2 اهي 2 تايمز 1، كده جبت الاريا الاولانيه اهي اللي بالجرين اللي عندي. طيب محتاجين اللي بالبلو اللي هي الثانيه دي كلها اهي، فين اللينس والويدز بتاعتها؟ اللي هي 6 اند 4. يبقى 6 تايمز 4 ايكوال 24. طيب يبقى 6 تايمز 4 ايكوال 24، و 2 تايمز 1 اللي هي الاريا نمبر 1 ايكوال 2. بعد كده نرجع نعمل لهم بلس مع بعض، هيبقى ايكوال كام؟ 26 سكوير سنتيمتر. خلاص؟ حد عنده مشكله في دي؟ دي على الليسون اللي فات. تمام. طيب نمبر بي وورد بروبلم بتقول لي فيها ايه؟ سكوير. نعم؟
لا احنا احنا طب ثواني، احنا قلنا قبل كده ان كلمه سكوير دي اللي هي سنتيمتر وفوقيها 2 اللي هي سكوير بتاعه السنتيمتر، خلاص مالهاش دعوه بريكتانجل ولا لا. دي اليونت اللي بنقيس بيها الاريا، قلنا قبل كده ان اليونت اللي بنقيس بيها البريمتر بتبقى متر سنتيمتر ديسيمتر بس، لكن اليونت اللي بنقيس بيها الاريا بتاعتنا هي سكوير سنتيمتر سكوير متر، خلاص سكوير ديسيمتر ما عنديش مشكله، سكوير مليمتر خلاص، اللي هي بتبقى سنتيمتر وفوقيها 2، التو دي بنسميها سكوير خلاص. الناس اللي هتعمل فوقيها 2 وتشيل كلمه سكوير دي صح برضه. تمام كده يا حبايبي؟ تمام. طيب تمام. ندخل في نمبر، ندخل في نمبر بي، بيقول لي ذا لامب نيدز، اللامب محتاجه قد ايه؟ محتاجه 4 باتريز، محتاجه 4 باتريز فور لايتنج، عشان تنور محتاجة 4 باتريز، دي الكام؟ اللامب الواحدة بس. طيب بيقول لي how many batteries do you need for 12 light lamp، عشان ننور كام أو نعمل لايت لكام؟ ل 12، هي الواحدة بس equal كام أو محتاجة كام؟ 4. طيب يبقى 12 هنجيبها ازاي؟ نعمل 4، هنعمل 4 times 12 يا مستر. 4 times 12 very good، تمام. هتبقى 12 بتاعتي انا اعمل لها تايمز 4 ايكوال كام؟ ايكوال 48 باتريز، خلاص. طيب وكده انا بخلصنا الشيت بتاعنا الحمد لله. حد عنده اسئله في الشيت ده؟ شكرا. طيب هنستنى الحصه اللي بعد كده ان شاء الله. تمام، السلام عليكم.